لمصلحة الشحانية. ناجل ديانج على ضربة زاوية لمصلحة نادي الشحانية. الكرة الملعوبة العالية الرأسية، الله الله، الكرة الماضية هي جول، هي جول جول جول. هدف أول لمصلحة الشحانية، هذا اللي نتحدث عنه في أرضية الملعب، على كرة أرضية، على لعبة هوائية، على ضربة رأسية تعبر عن الوصول بأول الأهداف. عن طريق مين؟ خطير عبد الله، فنان عبد الله، لاعب شاب عبد الله. الكرة الملعوبة العالية، الله، العودة مرة أخرى. عن طريق مين؟ عن طريق صاحب الرقم 11 هرنان بيرس. شوف اللعبة، شوف العرضية، عن طريق محمد عبد الناصر. ولسه هل هنالك لمسة يد على ناجل ديانج صاحب المسيرة الرائعة اللي تنقل في العديد من المناطق، 2002 2006 مع اياكس 96 مباراة، من ثم هامبورغ في فانتي من 2011 حتى 2015 94 مباراة، لكن نبيل لهدف ثاني لمصلحة الأهلي، هدف ثاني، جول أهلاوي ثاني، هدف ثاني لمصلحة العميد. العميد يعبر في أرضية الملعب، شخصية قوة كاريزما، يقلب تأخر إلى انتصار، يضع الطاولة رأسا على عقب على نادي الشحانية. ركلة جزاء احتسبت على ناجل ديانج بشكل كبير جدا، لكن إذا ظهر هو يشكل خطورة، هو يشكل خطورة، والخطورة حضرت عن طريق البديل صالح محمد، وإعاقة كانت حاضرة من عبد أمام رودريغوس. العيون التي تترقب في هذه الأثناء عودة الشحانية، هل تكون مرة أخرى؟ إي نعم، يعود الشحانية من جديد في نتيجة المباراة، يعود مرة أخرى. عن طريق مين؟ عن طريق رامين الرائع، رامين يسجل ثاني أهدافه في أحداث هذه المباراة ورابع أهدافه الشخصية وهدف التعادل.